ابدا الحمد لله. ايقونه النادي الاهلي الحمد لله. وده يعني اذا كان في معنى حقيقي للارتباط بالنادي الاهلي هذه هي الجائزه الكبرى. كل سنه وحضرتك طيب. شاكرين. دمتم جميعا للاهلي مش التورتايه ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى وايقونته المهندس عدلي القياعي بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. وكل سنه والمهندس عدلي. احنا خدنا خمس دقايق زياده كده.